السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني ومشاهديني أهلا وسهلا بيكم. أولا بعتذر على أني مش بنزل فيديوهات الفترة دي، لأن اللي منكم يعرف أو اللي منكم ما يعرفش الظروف اللي أنا كنت بمر بيها بسبب وفاة والدي رحمة الله عليه. بشكر كل الناس اللي عزتني، وبشكر كل الناس اللي ترحمت على والدي، وبشكر كل الناس اللي كانت زعلانة عشاني جدا، كل الناس اللي كلمتني والناس اللي لسه بتكلمني وبتسأل عليا. ان شاء الله ان شاء الله هبتدي انزل فيديوهات، بس شوية كده اما احس ان انا قادرة انزل فيديوهات، لان انتوا ملكوش ذنب ابدا في ان انا اعمل فيديو وانا في مود مش كويس او مش مبسوطة او مش هقدر اصلا ان انا اصور الفيديو. حتى الفيديوهات اللي انا مصوراها قبل كده مش قادرة اعمل لها اي مونتاج فترة، وربنا يعديها على خير ان شاء الله. بشكركم جدا لسؤالكم عليا ولشعوركم ناحيتي، وحابة اقول لكم حاولوا تقربوا من ربنا على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا، لان الموقف اللي انا شفته والقبر ودي حاجات كنت اول مرة اشوفها، مش قادرة اوصف لكم عملت في نفسيتي ايه. الله يرحم اموات المسلمين جميعا يا رب، بس قربوا من ربنا. اي حد بيحاول يعمل اي حاجة غلط يفكر 1000 مرة، لان الواحد لما بيتحط تحت التراب مفيش اي حاجة تستاهل ان هو يتحاسب في الموقف ده. مش عارفة اقول لكم الكلام، اكيد انتوا فاهميني. واللي مش بيصلي صدقوني، انا واحدة من الناس اللي ما كنتش ملتزمة قوي بالصلاة، لا الحمد لله انا بقيت ملتزمة جدا جدا جدا، ما بحاولش حتى اخر ميعاد الصلاة. ربنا يثبتنا ويهدينا ليه جميعا يا رب. خلوا بالكم من نفسكم كويس قوي، وما تهتموش بأي حاجة دنيوية، صدقوني الآخرة مهمة جدا نفكر فيها ونعمل لها. ما تزهقوش من كلامي، بس دي نصيحة حبيت أقولها لكم. زي ما انتم متعودين دايما ان انا بحب انصحكم في اي حاجة تفيدكم، دي اكتر بقى حاجة ممكن تفيدكم. وان شاء الله ربنا يسهل الحال واشوفكم على خير. سلام.